في نهاية هذه الدورة نحيي مزارعي الحديدة في مفرق الصليب مديرية باجل على إسهامهم في رفع التوعية الزراعية والتعاون معنا والمساعدة والإسهام في إيصال المعلومات إليهم وإلى الكثير من المزارع هنا في الحديدة، كما شكر للجهات الأمنية والمشرفين الأمنيين والسلطة المحلية التي أسهمت في المساعدة لإيصال مثل هذه المعلومات التي تتعلق بالمواسم الزراعية وكذلك أنواع البذور وطرق المكافحة، كما الشكر لهؤلاء الذين حضروا جميعا، والشكر موصول لكم إن شاء الله، وانتظرونا في دورات زراعية في محافظات ومديريات قادمة بإذن الله. تحياتي لكم المهندس محمد حجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية.